وسهلا بكل التلميذات والتلاميذ وأولياء الأمور، أتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة. إذا في إطار استعداد الامتحان الموحد الإقليمي لشهادة الدروس الابتدائية مادة اللغة العربية والتربية الإسلامية دورة يوليوز 2022، نشوف نموذج لمادة التربية الإسلامية. بالنسبة للورقة ديال اللغة العربية والتربية الإسلامية، يعني امتحان ديال اللغة العربية والتربية الإسلامية، كيكون في ورقة واحدة، إذا وكتكون مدة الإنجاز ساعة ونصف. إذا النموذج على شكل PDF غتلقاوه في الوصف، ونبداو على بركة الله والوضعية الأولى. رافقت صديقك إلى المسجد في شهر رمضان لأداء صلاة العشاء. قبل الصلاة تحدث الإمام عن مراتب الدين، وخصص عن التحلي بفضيلة الصبر، حيث ركز على مفهوم الصيام وشروطه. وبعدها صليتم العشاء جماعة، فقرأ الإمام جزءا من سورة القلم في الركعة الأولى وجزءا آخرا في الركعة الثانية. إذا بالنسبة لوضعية الانطلاق، كتعطيكم مجموعة ديال الأسئلة، يعني فكرة عامة على الأسئلة اللي عطرح في النص. إذا أول حاجة نبداو باستظهار كتابة. أكتب من قوله تعالى فلا تطع المكذبين إلى قوله تعالى سنسيمه على الخرطوم. إذا استظهار كتابة، إذا بالنسبة فلا تطع المكذبين، ودوا لو تدهن فيدهنون، ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم، أن كان ذا مال وبنين، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، سنسمه على الخرطوم. إذا هذه هما الآيات القرآنية المطلوبة. إذا انتقل مباشرة إلى الأسئلة والسؤال الثاني. إذا السؤال الثاني كيقول صل بخطين الكلمة والمعناها. إذا يما خط أو خطين. إذا هنا سنصل بخط الكلمة ومعناها عن حلاف مهين، وعن سنسمه على الخرطوم. إذا حلاف مهين معناها كثير الحلف هنايا. بالنسبة كثير الحلف ذليل، سنسمه على الخرطوم، سنجعل له علامة على أنفه، هذه سنسمه على الخرطوم. إذا ننتقل إلى السؤال الثالث. سل بخط كل عبارة بالحكم التجويد المناسب. مشاء عندنا هنايا مد، إذا هنا مد متصل، إذا لأن هنايا كاينة وراء المد كاينة الهمزة، إذا هنا مد متصل. إذا تتلى هنا كاين عندنا الإمالة، إذا تتلى هنا يعني ميلة، هنا هي الفتحة ولكن تميل إلى الكسرة. إذا هنا بالنسبة للسؤال الموالي الرابع، دخل تحت الشخص المقصود بقوله تعالى سنسمه على الخرطوم، هل هو أبو لهب أم وليد بن المغيرة؟ إذا الجواب صحيح، المقصود بسنسمه على الخرطوم هو وليد بن المغيرة. إذا ننتقل إلى السؤال الخامس. سؤال خامس يقول انطلاقا مما جاء في حديث الإمام، أجب على الأسئلة التالية. أذكر مراتب الدين. إذا مراتب الدين الإسلام وأركانه خمسة، كين الإيمان وأركانه ستة، وكين الإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك. إذا نشوف السؤال السادس. إذا مراتب الدين الإسلام الإيمان الإحسان. سادسا عرف الصيام. إذا الصيام هو الإمساك، وهذا خاصكم تحفظوا، يعني هذا السؤال ديما كيطرح. إذا هو الإمساك عن ماذا؟ عن شهوتي البطن وماذا والفرج من طلوع ماذا؟ من طلوع، إذا يبتك يكون هنا الصيام عندنا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. إذا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التقرب إلى الله. حفظوا هذا التعريف ديال الصيام، بنية التقرب إلى الله، بنية التقرب إلى الله. ننتقل إلى السؤال السابع. ذكر الإمام في حديثه صفة من أعظم الصفات التي تميز بها الرسول صلى الله عليه وسلم، والتي قابل بها أذى كفر قريش، ما هي؟ هي الصبر، هذه صفة صبر على أذى قريش. إذا نمشي الوضعية الثانية. إذا حدثك أبوك على مائدة الإفطار عن مشاهدة احتراق متجر بالسوخ، كان صاحبه لا يرحم المساكين ولا يؤدي الزكاة، فتذكرت قصة مشابهة مذكورة في القرآن الكريم. إذا ما هي القصة التي تذكرتها عند سماعك لما رواه أبوك؟ إذا القصة اللي قريته واللي فيها لك لو حق المسكين هي قصة أصحاب الجنة.
قصة أصحاب الجنة. إذا ما هي الآية الكريمة التي تتحدث عنهم؟ إذا الآية الكريمة التي تتحدث عنهم، إذا غنكتبوا غير هذه الآية: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. إذا هذه الآية القرآنية اللي خاصكم تكتبوا: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين، ليصرمنها مصبحين. إذا هذه الآية القرآنية. إذا ننتقل للسؤال التاسع العاشر، إذا عفوا، ما هي النصيحة التي تنصح بها صاحب المتجر؟ إذا النصيحة شنو نقول له؟ إذا عليه أن يرعى، عليه أن يرعى حق المسكين، أن يرعى حق المسكين وماذا؟ والفقير. المسكين والفقير، عليه أن يرعى حق المسكين والفقير ويعتبر من قصة أصحاب الجنة، من قصة أصحاب الجنة باختصار. إذن هذا الشيء اللي ممكن نقوله. إذن عليه أن يرعى حق المسكين والفقير ويعتبر من قصة أصحاب الجنة. إذن بهذا نكون سالينا امتحان في المتناول، ممكن تجيبوا النقطة ديالكم 10 كاملة. أتمنى لكم توفوا نقاط عالية، وشكرا وإلى اللقاء.